بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدث الحكة أو التهيج حول منطقة المهبل لعدة أسباب تتراوح من التهابات بكتيرية أو فطرية أو أمراض كذلك منقولة أو مهيجات كيميائية. إلى جانب هذه الحكة، تعاني بعض السيدات من الإحمرار والتورم والرائحة المهبلية الغير مرغوبة تسبب الالتهابات المهبلية مجموعة واسعة من الأعراض. لدينا حكة، الشعور بالحرقان، تهيج في منطقة المهبل، الجماع المؤلم، وكذلك إفرازات مهبلية غير طبيعية ورائحة غير مرغوبة، وكذلك التهاب وتورم في منطقة الأعضاء التناسلية. لدينا اليوم عدة وصفات طبيعية آمنة وليست لها أي أعراض جانبية فعالة للقضاء على مشكلة الحكة والإفرازات المهبلية. أول وصفة نبدأ بها الفيديو بحول الله هي وصفة عسل النحل. إن شاء الله أيامكم كلها تكون عسل. نأخذ عسل النحل، وهذه الوصفة مناسبة كثيرا للحوامل. يجب أن يكون هنا عسل النحل، وليس ضروري أن يكون نوع معين من أنواع عسل النحل، حيث يحتوي العسل على العديد من الخصائص العلاجية حينما تتسبب حكة المهبل لك بحرقة وحكة، فالعسل يساعدك على تهدئة هذه الأعراض. الطريقة، طريقة استخدام هذه الوصفة، نقوم بتوزيع طبقة خفيفة من العسل يكون دافئ على المهبل، ومن ثم يترك العسل على المنطقة لمدة نصف ساعة، ويجب الحرص أن تكون المنطقة يعني لبس ملابس داخلية تكون فضفاضة وليست ضيقة، أو تكون المنطقة مكشوفة. وبعد مرور النصف ساعة نقوم بغسل المنطقة بالكثير من الماء الدافئ، يجب أن يكون الماء دافئ لا بارد حتى نزيل العسل نهائيا. أنصحك بتكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم، ومن ثالث استعمال إذا كانت المشكلة قوية ستتخلصين منها بحول الله تعالى. قلت هي آمنة كثيرا للحوامل وكذلك المرضعات وحتى البنات الغير متزوجات ومن لديهم أي مشكلة من هذه المشاكل، يمكن استخدام هذه الوصفة لهم وبكل أمان. غير متوفر العسل، نقوم بعمل الوصفة الثانية، وهي أن نأخذ مقدار كف اليد. أنا أعطيك فقط كمية قليلة وأنت ضاعف المقادير. نأخذ مقدار كف اليد من إكليل الجبل، إكليل الجبل لزير، إكليل الجبل أو حصلبان، ونضع عليه مقدار لتر من الماء المغلي. قلت مقدار كف اليد يوضع عليه لتر من الماء المغلي، نتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها نقوم باستخدام هذه الوصفة. نستخدمها عفوا على المناطق المصابة بالالتهابات، ونكرر هذه الوصفة مرتين يوميا وذلك لمدة أسبوع كامل. يمكنك مضاعفة هذه الوصفة لمدة أسبوع كامل وحفظها في الثلاجة، ويجب أن نقوم بتسخين الوصفة قبل استخدامها. يجب أن يكون الماء فاتر عند شطف المنطقة. غير متوفر عندك في البيت إكليل الجبل، نستخدم الوصفة الثانية، وهي أن نأخذ مقدار كف اليد من الميرمية، مقدار كف اليد من الميرمية لكل لتر من الماء، كذلك نفس طريقة الوصفة الأولى، ونتركه لينقع لمدة ساعة كاملة، وبعدها نستخدم هذا المنقوع دائما بعد تصفيته
يجب تصفية الأعشاب واستخدام هذه الوصفة بشطف المنطقة مرتين في اليوم حتى الشعور بالراحة. الوصفة رائعة وفعالة ونتائجها آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. غير متوفر عندك في البيت الميرامية، نقوم بعمل هذه الوصفة بمكون متوفر في كل بيت. النتيجة من أول استعمال ستلاحظينها. نحتاج إلى صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم. صودا الخبز خذيها من عند الصيدلية. نحتاج لملعقة طعام كبيرة من صودا الخبز، ونضع عليها كذلك مقدار لتر من الماء المغلي. مباشرة يحدث فوران بتفاعل الماء المغلي مع صودا الخبز. نتركه إلى أن يصبح فاترا، ونقوم بشطف المنطقة مرتين في اليوم كذلك. هذه الوصفة كذلك تشعرين بالراحة من أول استخدام لهذه الوصفة. كذلك لدينا وصفة أخرى رائعة جدا بمكون كذلك متوفر في كل بيت. نحتاج لحوالي 4 فصوص من الثوم. الثوم هنا يكون مبشور ناعم، ونضع عليه ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون. هنا يفضل أن يكون زيت زيتون من المعصرة مباشرة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، الثوم مع زيت الزيتون بهذا الشكل. فمادة الأليسيد الموجودة في الثوم تعزز من خصائصه المضادة للجراثيم والبكتيريا، والتي بدورها تقضي على الخميرة المسببة للحكة ولغيرها من المشكلات في المنطقة الحساسة. فالثوم يتمتع بخصائص مثالية تساعد على مكافحة الحرقة والحكة والتهيج حول منطقة المهبل بسبب الأنواع المختلفة من الالتهابات. نترك هذا المزيج لينقع لمدة نصف ساعة. بعد مرور النصف ساعة نوزع فقط الزيت وليس مع الثوم، نقوم بتصفيته، ويوزع على المهبل الأجزاء الخارجية فقط من هذه الوصفات. عفوا، هذه الوصفة توزع فقط على الأجزاء الخارجية منه، ونترك هذه الوصفة لمدة 10 دقائق فقط. وبعدها نقوم بغسل المنطقة بالماء الدافئ واستخدام صابون طبيعي للتخلص من رائحة الثوم نهائيا. نكرر هذه الوصفة كذلك مرتين في اليوم لمدة أسبوع كامل. في حالة عدم توفر زيت الزيتون واضطررت لعمل هذه الوصفة، أنصحك بعملها بالماء المغلي. نأخذ 3 فصوص من الثوم أو 4 فصوص ونبشرها، وتوضع في لتر من الماء المغلي. نتركها لتنقع لنصف ساعة، وبعدها نقوم كذلك بشطف المنطقة بهذه الوصفة في حالة عدم توفر زيت الزيتون عندك في البيت. كذلك الزبادي الطبيعي أو اليوغورت الطبيعي يجب أن يكون طبيعي بدون أي منكهات أو إضافات أو ألوان أخرى، يكون طبيعي. فالزبادي الطبيعي يحتوي على كائنات دقيقة شبيهة بتلك التي يمكن العثور عليها في النت المهبلي، لذا يعتبر الزبادي من الخيارات الفعالة جدا في علاج الالتهابات التي تؤدي إلى الإفرازات المهبلية الزائدة والحكة وكذلك الروائح الغير مرغوبة. نأخذ أنصح بأخذ كوب من الزبادي مع استخدام هذه الوصفات. أي وصفة من بين هذه الوصفات، اختاري أي وصفة منها تكون مكوناتها متوفرة عندك في البيت. في حال توفر كل هذه المكونات عندك في البيت ولم تستجب لم تستجبي لأي وصفة
مثلا لوصفة العسل يمكنك استبدالها بوصفة إكليل الجبل طبعا، أو يمكن استبدالها بوصفة الميرامية أو بوصفة الثوم أو حتى بوصفة بيكربونات الصودا أو صودا الخبز. أنصحك باستبدال الوصفة بعد مرور 3 أيام إن لم تنجح لك الوصفة الأولى أو الثانية. هذه الوصفات كلها بالنسبة للحوامل، لدينا وصفة بيكربونات الصودا يمكن استخدامها، وصفة الثوم يمكن استخدامها، ووصفة العسل كذلك يمكن استخدامها. بالنسبة للمرضعات يمكنهم استخدام كل هذه الوصفات. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذه الوصفات مع باقي الأصدقاء حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.